ينتخب يعبر على الصوت ويعبر على قناعته، من حقه يختار في 3 فرسان، له الحق، له كل الحرية انه يختار بين البرامج. يختار هذه مرحلة صعبة في الظروف الإقليمية، الظروف الوطنية، الظروف اللي راك كل مواطن على باله واش كاين في هذه المرحلة هذه. نحن اليوم أمام منعطف مهم ومهم جدا بالنسبة إلى مستقبل الدولة الجزائرية. نتمنى من هذه الانتخابات الرئاسية أن تأتي بالتغيير، التغيير الحقيقي الذي يوصل هذه البلاد إلى كل ما هو خير وإلى كل ما هو لصالح الشعب الجزائري. الجزائر بخير لما تتجسد الديمقراطية في هذه الانتخابات الرئاسية التي نتفائل بها خيرا لإيجاد الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة قولا وفعلا، كما أن الانتخابات هي وسيلة للوصول إلى سدة الحكم، كي يكون الحاكم والمحكوم في بوتقة واحدة وتكون الجزائر بخير بكل فصائلها الشبانية والحركات النسوية وكل كل الحركات وكل المجتمع المدني، وهذا شيء جميل جدا، وإن شاء الله اللي يربح مبروك عليه. نحن في مرحلة مهمة جدا للجزائر وللشعب الجزائري بصفة عامة، إن شاء الله بإذن الله نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق شعبنا للاختيار الأمثل. إذا نجحنا فيها يعني نخطو خطوات عملاقة وثابتة ومنهجية ومستقبلية. نتمنى أن بلادنا أن تنهض وتتطور بسرعة لنرى ثمار هذه المشاريع وهذه الانتخابات والمسارات يعني بالملموس. نحن اليوم في هذا العرس الانتخابي، عرس الجزائر بالأحرى، ننتظر من هذه الانتخابات أن تكون انتخابات نزيهة كما تعودنا، أن تكون نهضة بالشباب التبسي بشكل خاص والشباب الجزائري بشكل عام. أنا كطالبة أنتظر أن يتوفر لنا مناصب شغل بعد 5 سنوات دراسة.